عودة من جديد لمنتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا في دورته السابعة، والذي يعقد في داكار العاصمة السنغالية. وشارك في كما ذكرنا وعرضنا على حضراتكم سامح شكري وزير الخارجية. المنتدى مستمر لمدة يومين، وبينضم إلينا مباشرة من داكار هاني فرج موفد النيل للمزيد من المتابعة والتفاصيل. هاني، تحياتي لك أولا. ملخص جلسات اليوم الأول لمنتدى داكار. تحياتي لكم اولا، وبالفعل كما ذكرتم انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى داكار للامن والسلم الدوليين على وستستمر على مدى يومين، وذلك برعايه دوله السنغال وبحضور عدد من رؤساء الدول الافريقيه على راسهم الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس جنوب افريقيا سيريزا مافوزا، وايضا رئيس المفاوضات الافريقيه موسى فاكي، وكذلك رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل. وكان كما ذكرتم الحضور المصري مميز جدا هذه المره بتواجد الوزير سامح شكري وزير خارجيه مصر الى جانب عدد من وزراء خارجيه الدول الافريقيه خاصه من دول غرب افريقيا. دعيني اقول لكم ان هذا واقول لك ان هذه النسخه تنبع اهميتها من التحديات التي تواجه افريقيا بشكل عام ودول الساحل والصحراء على وجه الخصوص، وذلك في ظل الازمه الصحيه الناتجه من جائحة كوفيد أو كورونا 19 وأثرها الضارية السلبية جدا على اقتصاديات المنطقة خاصة منطقة دول غرب أفريقيا. الجدير بالذكر أن سيادة الوزير سامح شوقي وزير خارجية مصر قد قام بطرح رؤية نسخة للجلسة الثانية للمؤتمر التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، وحضرها أيضا نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية. طرح رؤية مصر حول مشاكل القارة والعالم في مرحلة في ما بعد الجائحة وكيفية تعامل الدول الأفريقية في التعاون مع دول العالم فيما يتعلق بهذه الجائحة. أشار الوزير أيضا أنه يوجد حتى الآن تحديات غير مسبوقة لكافة الدول، وأوضح أن ما أدت إليه هذه الجائحة من إعاقة جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفريقيا وتفاقم أيضا الأزمات الإنسانية، فضلا عن تأثيرها السلبي على الشباب والنازحين، وهو ما أصبح معه وفقا لسيادة الوزير الخارجية غير ممكن التعامل مع جائحة كمجرد أزمة صحية عالمية، حيث أن تداعياتها أصبحت تمس كافة نواحي الحياة على الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية. الوزير اشار ايضا في حوار خاص مع التلفزيون المصري الى ضروره التعاون الجماعي ووضع رؤيه مشتركه لمعالجه اوجه القصور في البنيه التحتيه الطبيه تحديدا والصحيه للقاره الافريقيه. دعيني ايضا اوضح لك الى ما اشار اليه سيد الوزير فيما يتعلق بضروره العمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بشكل سريع وفعال من اجل العوده الى معدلات النمو والتسويق التي كانت سائده قبل انتشار الجائحه. نعم. ايضا فيما يتعلق بالامن والسلم فيما يتعلق بالامن، اشار الوزير سامح شكري ضروره تنميه معالجه الاسباب الجذريه للارهاب والنزاعات المسلحه في افريقيا من خلال اعاده بناء المجتمعات التي عانت من ولاءات الحروب والنزاعات، مشددا ان مصر لن ولم تألو جهدا لمعونه الدول الافريقيه من اجل التعافي سريعا من تداعيات الجائحه وتحقيق اهداف وتطلعات شعوب دول أفريقية نحو مستقبل أفضل. نعم. جدير بالذكر والملاحظة في عجالة، جدير بالذكر والملاحظة أنه كان في أجهزة الاتفاقية على مستوى رؤساء أفريقيا عدة انتقادات وجهت إلى المجتمع الدولي من جانب الزعماء الافارقه فيما يتعلق بتأييد مسألة توزيع اللقاحات المضادة للكوفيد، بامتناع بعض الدول من السماح لعدد من الامم الافريقيه والدول الافريقيه لتصدير الدول رغم لديها
طيب لاجل الوصول نعم الى نعم التصنيع. طيب في عجاله هاني، في عجاله جدول اعمال او اهم الموضوعات التي ستناقش من خلال جلسات غدا اليوم الثاني والاخير للمنتدى. نعم دعني اقول لك انا مساله السفر والانتقال بعض الدول الافريقيه كانت منع انتقال الافراد من خلال حركه الطيران ادت الى غضب كبير من بعض الوطن الافريقي، وهي احد النقاط الهامه التي يتم تناولها سواء في اليوم الاول او سيتم تناولها فيما يتعلق بالجلسات الاخرى. ايضا هناك كما يقال موضوع عام فيما يتعلق بكيفيه العمل على استقرار او استقرار الدول الافريقيه مع تزايد الهجمات الارهابيه وتزايد الانقلابات في مستوى على المستوى الافريقي، وايضا كيفيه العمل على انجاح الاقتصادات الافريقيه. كل هذه الموضوعات سيتم مناقشتها وسيتم طرحها في الجلسات التي ستعقد في اليوم الثاني غدا باذن الله. ايضا هناك فيما يتعلق نعم تحديدا ببعض الدول التي لها او لديها نفوذ او تواجد عسكري في دول الساحل والصحراء، هناك عده انتقادات وجهت من جانب رؤساء الدول. نعم. وايضا هذه النقاط فيما يتعلق طبعا بالاداء الامني والاداء والسياسات التي يتم تطبيقها، ايضا كل هذه النقاط يتم تناولها غدا على في جلسات الغد، وبالتاكيد سنتابع معك كل تفاصيل جلسات الغد بالاضافه الى مشاركات سامح شكري وزير الخارجيه المصري. هاني فرج موفد النيل مباشره من دكار، شكرا جزيلا لك.